اختصاصات مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات باعتباره السلطة العليا المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها. لمجلس إدارة الهيئة 13 اختصاصا، أهمها إصدار القرارات واللوائح الداخلية دون التقيد بالقواعد الحكومية، وضع اللوائح التي تنظم شؤون العاملين بالهيئة، الإشراف على الأعضاء واللجان في أثناء عملية الاقتراع والفرز بالاستفتاءات والانتخابات، وضع القواعد والتعليمات الخاصة بالاقتراع والفرز وتوزيعها على الأعضاء، وضع القواعد الخاصة بالدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي وإعلانها والرقابة عليها وضبط مخالفيها وإبلاغ الجهات المختصة.